تفضل. يا عيال صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. اهلا وسهلا ياكم. تفضلوا اذا اكو شيء تفضلوا بالخدمه نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سيدنا نشكرك انه قبل نزور جنابك الكريم سماحتك. بالخدمه. انا احب بدايه انه اعرف حضرتك يا ريت اخوه زملائي الشيخ صلاح زيني من محافظه ديالى. اهلا وسهلا. سيد ياسر وتويت من محافظه بابل. اهلا وسهلا. الاخ مصطفى سند من البصره. مرحبا. الحاج محسن مندلاوي من بغداد. اهلا وسهلا. الحاج حسن خفاجي من بغداد الكاظميه. اهلا وسهلا. السيد حسين السعدري من بابل. الاخ علي الساعد من بغداد. الاخ هيثم الفهد من البصره. اهلا وسهلا. اخويا ناظم الشبلي من الديوانيه. اهلا وسهلا. والسيد عبد الهادي من محافظه النجف الاشرف. اهلا وسهلا. متحدث حسين عرب من بغداد. اهلا وسهلا. مرحبا. اول شيء سيدنا اني اشكرك سماحتك، فرصه طيبه انه نشوفك ونلتقي بحضرتك. بعد شو تريد؟ رئيس الوزراء انتخبك. اشكرك سيدنا. أنا يعني محظوظ انه شفنا جنابك وحضرتك. تدري صح. احنا العراق بآل الصدر يكبر، والحمد لله والشكر انه وضع في العراق من يكون له رمزا ونقتدي به. فسيدنا الحمد لله اخوتك هؤلاء كلهم، والبعض منهم لم يحضر لظروف صحيه او خارج العراق. احنا تحالف العراق المستقل شكل هذا التحالف من كل محافظات العراق مثل ما جنابك تشوف، واعتقد انه هذا اللون اللي أفرزت الانتخابات بهذا الوقت العصيب يعتبر شيء جيد. مورست الضغوطات، مورست كثيرا من الأمور، ولكن الأخوة أصروا على أن يبقوا مستقلين وأن يذهبوا بهذا الإطار الحقيقي لعدم خيانة ناخبيهم وأصواتهم. بأمانة نقولها سيدنا، إحنا جايين إلى أب وجايين إلى رعاية أبوية على رأسك، وخيمة العراق اللي متمثلة بسماحتك والمرحوم رضوان الله عليه السيد محمد الصدر، بأمانة نقولها كان حامل العراق وكان له صوت كبير وجيد ورائع. ونعتقد أن سماحتك مو بس مكمل وإنما حفظت الأمانة، ونحن نتعاون معك مع سيادتك مع سماحتك نكمل مشوار بناء العراق. كنا عراقيين ونسعى إلى بناء بلد حقيقي وواقعي وعراق، لا نكون نسمح بتدخلات الخارجية وأن يكون قراننا عراقي. وأنا سيدنا نائب سابق تدري جنابك، وكنت دائما أرى بعض الأمور التي تحصل إذا كانت من هنا وهناك، و نتطلع كشعبنا أن يكون قرارنا عراقي بحت. فسيدنا إحنا جايين هذا التطلع مالنا، وجايين نسمع من جنابك ونسمع رؤياك ونتناقش معك بالوقت الذي تسمح به سماحتك. وبعض الأخوة لديهم استفسارات مع حضرتك. وتدري إحنا من اتصلت أنا بالشيخ أبو كاظم العيساوي، قلت له أخوته والأب، وإحنا جايين الأخ كبير على رأسك يسلم رأسك. وبدأنا بزعيم التيار الصدري، وأنا أريد أقول جمل بسيطة بأمانة نقولها، كل التيارات الإسلامية لها تأثير اجتماعي، ولكن غالبا لا يكون لها تأثير بالقرار السياسي عدا هذا التكوين الذي يختلف به نوعا وكما، قال له تأثيرا اجتماعيا وتأثيرا سياسيا. ولم يحصل سابقا أن يكون هنالك بهذا الجزئية أن يؤثر بالطرفين بهذا الشكل. أعتقد كل ما فعلتموه تسبقون بعشر خطوات، ولذلك نتعلم.
احنا الان نتعلم من سماحتك الكثير من الامور، واليوم حابين نكون سند وبمساعدتك ان نخطو خطوه لانفتاح الانسداد السياسي الذي يعصف بالعراق. سماحتك سيدنا احرص من الجميع على ان تكون هنالك رؤيه سياسيه حقيقيه ومشروع سياسي حقيقي، لذلك الكل متطوق الى ان يسمع من جنابك اليوم الكلام اللي طروحاتك في الموضوع السياسي ان شاء الله سيد. شكرا جزيلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الترحيب بكم وأهلا وسهلا بكم، الحقيقة هذه الجلسة يجب أن لا تكون سياسية بقدر أن تكون وطنية عراقية لمصالح العراق الأعم، وليست مصالح حزبية أو شخصية سياسية. ولذلك هذه الجلسة ليس لأجل تحالفات وتكتلات وتشكيل حكومة، وإنما لأجل الدفاع عن المستضعفين، لأن الحقيقة هذه الانتخابات أفرزت في شيء جميل ومهم أعتبره، وهو ظهور طبقة من المستقلين أكثر من قبل، ظهور طبقة من المستقلين على حساب المتحزبين. المتحزبين قلوا والمستقلين كثروا، وهذه صورة جميلة بالنسبة لي، أعتبرها جميلة أكثر من جميلة، لكن هناك من يعتبرها مخيفة له ولحزبه ولجهته ولانتمائه. أنا لا أعتبرها كذلك، بالعكس صورة جميلة وعكست شيء جديد على العملية الديمقراطية، وحسنت من صورتها القديمة، كانت حكرا على بعض الأحزاب والآن ليست حكر على تلك الأحزاب. بس المشكلة الكبيرة اللي راح نقع بها، أو مشاكل بالأحرى، تدرون كل شيء إلى وجه حسن ووجه خلينا نقول مو سيء، وإنما مو حسن على أقل التقادير. أولا وهو نادر، وأنا ليس الطعن وإنما من باب النصيحة، شراء المستقلين. هناك بعض الأحزاب تسعى إلى استمالة هذه المستقلين، أما بالترغيب بالمال وما شاكل ذلك، وأما بالترهيب، وطبعا هي ولو مو لطيفة، المستقل ولد الخايبة يخاف، ما عنده ظهر، ما عنده ميليشيا، ما عنده كذا، ما عنده جناح مسلح، من يدافع عنه؟ ما حد يدافع عنه. فشي يصير المشكلة الثانية هي انه راح ياخذون اصواته وراح يصعدون من بدلا منه متحزبين من اي جهة كانت، وهذا ما الان يحدث فعلا، هو انه التعدي على المستقلين والتعدي على اصواتهم لإسقاطهم من الانتخابات أو إخراجهم من الانتخابات، خلينا نقول على حساب وصول بعض المتحزبين، وخصوصا الطرف الذي يعتبر نفسه خاسر. وأنا من هنا وأمامكم أرفض هذه الطريقة رفضا قاطعا، وأحب أن أوصل معكم إلى حل مناسب تنتفع به جميع الشخصيات المستقلة وتحفظ كرامتها وتحفظ أصواتها. بس مع ذلك لعله هذه
بالنسبة للنقطة الثانية هينة، أنا لا أريد أن أخوفكم، لأن بعض الجهات السياسية لا تتورع حتى عن القتل، لأنه إذا تمطيت صوتك بالفلوس وبالضغوطات وين توصل عملية، خصوصا أنه هذه الانتخابات في هذه الفترة شبيهة اللي إذا سقط واحد يجي مكانه من طرف آخر اللي هو أقرب واحد إليه. فإذا لم تسقط بالشراء بالمال والترهيب والترغيب راح يصلون إلى درجة القتل. ولذلك أنا أيضا من هنا أطالب بحماية المستقلين وبالدفاع عنهم وبحماية أصواتهم، وألا يكون هناك تعدي عليهم لا بالقتل ولا بالتهديد ولا بالترغيب وما شابه ذلك. وأنا مستعد لأن أقدم أي خدمة بهذا الخصوص. وجود المستقلين في هذا البرلمان وكون أغلبهم يرغبون أن يكونون معارضة، أنا ما أدري أغلبهم أو أكثرهم أو قسم منهم يرغبون بأنه يتخذون موقف المعارضة ولا يدخلون إلى الحكومة، وهذا هم أيضا شيء جميل، لأننا لازلنا نرغب بأن تكون هناك حكومة أغلبية وطنية وعليه جهة موالاة وجهة معارضة، ويجب أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى ما بين الموالاة وما بين المعارضة، لأنه أنا في المرحلة القادمة أريد أن يكون للمعارضة صوت فاعل، ويجب أن يؤخذ بصوتها وبمطالباتها، وخصوصا إذا كانت وطنية غير فئوية غير طائفية وما شابه ذلك. وعليه الفسيفساء الجديدة من الموالاة والمعارضة يجب أن تكون موحدة من أجل بناء الوطن وليس من أجل الصراع فقط، أنه أنت موالاة فأنت مو زين وأنت معارضة فأنت مو زين، لا ماكو شيء، مو لأجل التسقيط وإنما لأجل البناء ومن أجل الإعمار وخدمة العراق وهيبة العراق وسيادة العراق واستقلال العراق، وأن لا يكون تبعا لأحد. مثل ما قلت قرارنا عراقي ويبقى قرارنا عراقي، لا نأخذ الأوامر من خلف الحدود إطلاقا. وهذا التعاون سيضفي على العراق صورة جميلة، وسيكون الشعب بأمان ويقدم له الخدمة حسب ما يشاء. وأنا من ناحية هذه قلت اللي أريده، وإذا عندكم أي سؤال أي استفسار أي مقترح أنا بالخدمة بالخدمة. سيدنا علي شوي تعبك اليوم بالخدمة. الله يحفظك سيدنا. عفو، احنا جنابك تفضلت انه المستقلين تعرضوا الى ان يدفعوا فاتورة الاحزاب السياسية وفاتورة الترضية السياسية. صحيح. فقدنا اثنين من اعضائنا في تحالف عراق المستقل، وذهبنا الى السيد فائق زيدان وتحدثنا معه. بامانة اقولها ما حد يعني ما عدا السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى هو كان يعني بلسم لقليل من جراحنا، ولذلك احنا سيدنا التجئنا الى ان نكون نزور سماحتك يعني نتناقش ببعض الرؤى السياسيه. يعني جنابك تفضلت بمستهل حديثك تقول انه لا تكون الجلسه سياسيه، ولكن العراقيين كلهم سياسيين سماحتك. فجنابك تطرقت الى ان هنالك معارضه وطنيه وموالاة. فسيدنا احنا بالنسبه ان كتحالف العراق المستقل ما عندنا مشكله ان نكون بهذه الجهه او بهذه الجهه، وليس لدينا اي اعتراض على الجهتين، ولكن اللي يشكل حكومه اغلبيه وطنيه شامله يجب ان تتنوع بها جميع التكتلات او المكونات العراقيه، وايضا المعارضه يجب ان تكون منوعه بكل المكونات العراقيه. صح. فلا ضرر في ذلك سيدنا، ولكن انت اب وخيمة الوالد رضوان الله عليه هي الموجودة، احنا نستحلفك بها وبعمامة رسول الله ان ترعى مشروعا ابويا في العراق. ما نقول انه احنا رايدين شيء من الحكومة، لا ابدا سيدنا، احنا ما عندنا مشكلة
أن نصوت بلا منفعة وأن لا نكون محاصصة ولا وإلى آخره، لكن شريطة أن يكون هنالك مشروع وطني حقيقي يرعى أبوية التيار الصدري، ويكون هو تدري الأب يسامح، والأب هو من يعطي، والأب هو من يكون يعني محاورا، والأب هو من يكون متقدما. يسامح من؟ يسامح الكل يعني. أنا ما أقول إحنا حتى لو إحنا قد أكون أنا أخطأت بحقك. لا حدد أنت. أنت البارحة مسامح واحد تجاوز على مرجع ديني وهو مرجع إن كنا يعني مو فقط إلى والد سيادتك، أنت متسامح. أنا ما أقول شيء، ولكن أقول أنت الأب، أتمنى أن أكون قد يعني ما أثرت حفيظتك في كلمة معينة. لا مو بس أستفسر أكثر يعني. سيدنا العراق أغلى من الكل، وأنت تعلم، وأنت ضحيتم ما ضحيتم من أجله وما زلتم، وهذه اللحية البيضاء قد أبيضت من تضحية العراق. خالد بس إحنا كان ما شيء، كل 4 سنين عندنا انتخابات، طبعا انكسرت، صارت كل سنتين، يجوز تصير كل سنة، تصير كل 6 شهور، ما أدري. المهم كل 4 سنين خلينا نقول نتعارك، سنحكي على الشيعة، عفونا من السنة والأكراد، نتعارك 24 ساعة، هذا يرد وهذا يأخذ وهذا يحكي، هذا من تجري انتخابات نريد شنو نسوي؟ نئتلف ونتوافق. طبعا حتى بين السنة والشيعة إرهاب إرهاب إرهاب، وطق وقتل اقتل، بعدين تجي الانتخابات وهذا بعثي وهذا كذا، وتلقاه شو اسمه متحالف وياه وقاعد وياه. أنا هاي ما استسيخها أصلا، ما أريدها نهائيا يعني، بالأحرى جزعت منها، جربناها وملينا منها. أنا أجد الحل الوحيد بإنقاذ العراق أنه يكونون حكومة أغلبية وطنية وأنا أكون معارضة، أو أنا أكون حكومة أغلبية وطنية وهم يكونون معارضة. أما أن أشترك بخلطة عطار ما أشترك، كافي لحد الآن كافي. جربنا مرة مرتين خمسة كافي يعني، ما نجحنا، ما صارت نتيجة. ليش نتعالى على يعني على شعبنا، وشعبنا إرادته هو شيء واحد، وهنا حكومة أبوية ذات أغلبية وطنية تحكمها وتخدمها، نظل بعدين هم هذا تعال اعطيني وزير وتعال اعطيني ما ادري كذا وقسمة كعكة حلوة فشلة اصلا صارت معنا، حتى تفشلنا قدام العالم فضلا عن شعبنا. انا هذا رأيي، ما ادري بس عندكم رأي اخر انا احترمه، بس مال اشترك بحكومة ائتلاف وطني او شو يسموها ما ادري تآلف ما ادري كذا، انا ما اشترك. توافقية سنة. توافقية ما ادري، اصير معارضة احسن لي، وأبني الوطن بخارج الكواليس إنجاز التعبير، مو داخل الحكومة، ما عندي مانع أبني الوطن بطريقتي الخاصة. طبعاً ما أنا أدري إذا أنا بالحكومة خافون بالتيار بالحكومة لأنه راح كذا وكذا يفعل ويعمل، إذا بالمعارضة هم يخافون منه، مثل أبو المثل يقول مثل بلاع الموس، تبلعات تنجرح طلعات تنجرح. بس هذا بعد هذا التيار وهذا وضعه من العراق وإلى العراق. أما أنا أرضى أن يكون تحت وصاية خارجية، هم أرضى مستحيل. أنا وإن كان مو لطيفة مراجع ما أخضعت لهم، فضلا عن أنه الدول تعال أخضع لهم. أنا خوب تقريبا 15 سنة بإيران أروح وأرد وأرجع، هناك أقول لهم الحق قدامهم، قدام أكبر سلطة أو أقل سلطة، ما عدي ما أخاف. رحت للسعودية قلت لهم العراق يبقى مستقل وذات سيادة، أنا جيتكم يا سعودية مو لأنه أنا يصير تابع لكم ولا أنتم تابعين لنا، إحنا جيران ونتعاون، إيران كذلك، باقي الدول كذلك، أمريكا وقفت ضدها مو لأنه هي مثلا كذا وكذا، بس لكونها محتلة تريد إخضاعنا، ما تريد إخضاعنا مثلا غير شكل أتعامل وياها وهكذا. بس مال أنا أتأح يعني تصير حكومة توافق، أنا هذا رافض، رفضاً قاطعاً، وآسف يعني. وسيد إحنا كان عندنا فكرة إنه المستقلين كلهم يصيرون بتجمع، مو تحالف، تجمع يعني، حتى الأخوان في شرقة كانون امتداد، ونحن أيضاً يكون في تجمع ونذهب في ياريت إطار وين ما تريدون ها.
بالإطار بالغير إطار كيفكم. لا لا سيد. إيه مو مشكلة يعني من يمي لا تشيلون هم. أنت قرارك يمك. تجتمعون مفرد شخص شخص مجموعة مجموعة وتتحالفون تتوافقون ويا هالطرف ويا هالطرف كله تبقون على راسي أخواتي وأصدقاء ما لا تشيلون هم 100% سيدنا تريدون وياهم أهلا وسهلا وعلى الراس. نتشرف سيدنا وإحنا باقين في الوسط أخوتك وبأمانة أقول لك إحنا مستقلين وبصراحة أقولها أكثر نوبات تعرض الأشياء اللي جنابك ذكرتها لكن تدري جنابك إحنا مو للبيع إحنا ما إن ثمن وإن قيمة مثل ما الأخوة في التيار كانوا يعني نتنومس بأدائهم النيابي بأمانة أقول أنا كنت بالدور الرابع زملائي وكانوا من أفضل الدورات اللي أدت نيابيا اللي كنت أنا يعني أصدقائي يعني. ممنون. فلذلك سيدنا إحنا باقين بالوسط المستقلين وباقين تتضرر بالوسط ترى يعني إحنا يعني أنا مو بالوسط مو أقصد أنه كنت تنتمي الكتلة وإنما حدد موقفك يعني أنا آسف للصراحة أنا أطلب منكم كمستقلين مو فقط أنتم جميع المستقلين أنه ترفعون أصواتكم بالمطالبة بحكومة أغلبية وطنية لأن أنا أجدها الحل الوحيد مال تعال قاسم كعكة لا ترجعون لنقطة الصفر رجاء ما أريدك تدعمني إلي ولا لمطالباتي أنا أريد تصير الحكومة أغلبية وطنية مطلب شامل رأي عام رأي سياسي عام لا يصير بس المقتدى يطالب بيها فإذا المستقلين طالبوا بها الأكراد موافقين ضمنا عليها السنة موافقين عليها بعضهم مو كلهم راح يصير رأي عام ما يصير رأي خاص وبالتالي هذه الحكومة تنفع العراق أكيدا أكثر قسما بالله وزارات تنشر كل سنة ومناصب وكراسي ومدراء ووكلاء من أجل شنو من أجل الوكيل والمدير والوزير يحصل مغنم مو الشعب ترى اليوم المستقلين انتصروا انتصار كبير ترى إذا انخرطوا بنفس هذه المعمعة بعد ما يحصلون أيضا أصوات في قابل السنين إذا وجدت انتخابات أصلا حسنوا من صورتكم أمام شعبكم بمطالبات جديدة برغباتهم اللي يرغبوها الشعب والوطن أنا هذه نصيحتي إلي بعد لكم بكيفكم بعد ما أعرف سيدنا نصيحتك على رأسنا وهي النصيحة الحقيقية من أخ كبير وله باع في السياسة الخطأ من الشيعي أفضع من الخطأ من غير الشيعي فالعقوبة عقوبة الشيعي تكون أقوى من عقوبة غيره لأن هذا يمثل أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم المهم إن شاء الله هاي مو جلستنا الأخيرة إن شاء الله نقعد وننسق ونعمل من أجل العراق سواء كنا موالات معارضة توافق أنتوا طبعا مواني أهلا وسهلا بكم في أي وقت وفي أي زمان ومكان وبالخدمة طبعا. إحنا بس عندنا طلب معك إنه إن رايدين المفوضية سيدنا أيضا موضوع المفوضية بقراراتها ضد المستقلين وبصراحة مجحفة وهجمة علينا بشكل كبير نتمنى إنه من سماحتك أخويا الشيخ انه هاي القصة هاي نقطة واحدة وبعدين الشيخ كاظم يقول دازك مطار تنسيقي احنا بصراحة احكيها الاب قاعد والاخ الكبير قاعد وخيمة آل الصدر هدفنا والله هدفنا الاول والاخير هو العراق مثل ما هو احنا الرؤية اللي بيناتنا نهر واحد والشيعة مثل ما قال سمع المشكلة انه انت ما معناته هيك شيء انت اللي بحاجه الى ان ادافع عنك الى ان احميك الى ان احمي اصواتك اطار التنسيق عده من يحمي عندنا ناسه وعده جنوده وعده فصاله وعده كذا طبعا سمعت يعني المشكله مشكلتك مو مشكله الاطار لا صحيح اطار يدبر حاله انت خل يدبر حالك هو السيد انا صورتي حطوها بالجادري للعلم يعني اذا سمحتك يجوز هم ما مطلع على القصه لانه حطوا صورتي وصورة أخوي علي الساعدي ورايا محمد بن راشد وثلاث ملايين دولار معلوم فسماحتك الأكثر ها بيت انضرب مثل ما قال أخوي ناظم فما عندي مشكلة لا فأقول هسه إحنا في قضية مستقلين وحمايتهم وحماية أصواتهم الإطار
التيار الكتلة الصدرية عندهم من يدافع عنهم طبعا. ولذلك لا أحد راح يتحارش بالكتلة الصدرية ولا بأصواتها ولا بأصوات الإطار ولا مأذنون. الذي يخاف عليه هو المستقلون فقط. فلذلك أنا دا أتكلم بهذا المنحة أو بهذا الاتجاه. ولا الإطار أن عملنا وياه وجاي نمشي إن شاء الله بطريقة تنفع العراق وتنفع الجميع إن شاء الله. إحنا نتمنى سماحتك لقاء مو الأخير إن شاء الله، وإن شاء الله مستمرين إن شاء الله بعد ظهور النتائج وإن شاء الله بعد المصادقة إن شاء الله. إن شاء الله لنا لقاء آخر وإن شاء الله لنا لقاء آخر ومشرفين بسماحتك اليوم. بالخدمة، شكرا جزيلا. بالخدمة إن شاء الله إن شاء الله. بس ترى هو تجمعكم أكو ضد يعني من يريد يفرق ويشتته، فانتبهوا زين. والمهم إحنا نظل على تواصل. شكرا لكم وآسف على إزعاجكم كثيرا، وإن شاء الله نتشاور في المستقبل. بالخدمة، ممنونين، الله يسلمكم، شكرا جزيلا.